السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في سؤال، لو أنا عايز على اليوريت يبقى فيه مكتوب في واحد قياس زي مثلا المليمتر وتحت في واحد قياس أخرى. طيب بكل بساطة، لو أنا عايز أعمل اتنين واحد قياس على نفس الجريد، ممكن عايز أعملها مانوال أو يعمل الجريد فيه، بس الرابط مديني إمكانية إن أنا على نفس الدايمنشن أحط واحدين قياس. منين طيب؟ هتنزل هنا هتلاقي ده اليونت فورمات أهوت، تقدر تيجي من هنا والليمت اول يوز بروجكت سيتنج، يعني خد نفس الاعداد بتاعت البروجكت يونت وده الافضل، او تغيرها اللي انت عايزه. وبعد كده هتلاقي التغيرات في يونت، تقدر هنا تقول له مثلا حطها لي رايت او بلو، اخترت انها تبقى اسفل وليس في اليمين، واجي هنا اختار بقى واحده كاس ثانيه. طبعا لو قلت له يوز بروجكت سيتنج نفس اللي فوق فمالوش اي معنى خالص، فاقول له خليها بالانش واقول له اوكي ابلاي. اوكي هتلاقي كله مكتوب بالمليمتر وبعد كده بالانش، بس كده مش مفهومه تمام. فعشان كده هدخل هنا في اليونت، اول حاجه يونت يو ان، وبعد كده هاجي هنا في الطول واقول له استخدم قياس المليمتر بالشكل دوت. وبعد كده هاجي هنا واقول له ايه طيب، واقول له خد واحد قياس او خد الرمز دوت للانش. فيبقى كده انا عملت وحدات قياس اهيت بالمليمتر و بالانش تمام. طيب خلينا بس عشان تبان اقول له اديت واروح شايل ديت، تبقى واحدة بس، هتبقى 236، فيبان انه اوتوماتيك بيحسب الارقام ديت.